هالعيد صقر بيهديك فرصة لترجع على بلدك لبنان وتعيد مع عائلتك وأصحابك. تسجل على الموقع الخاص بهالمبادرة. مشاهدينا، الفيديو يلي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركة صقر التجارية بيعكس روحية الأعياد. روح شبابية مهضومة عم تتجلى على الانترنت وعلى السوشيال ميديا أكتر شيء، حتى نحكي عن ما تخلي حدا عتبان عليك. ضجة كتير كبيرة نلتها حملة اللي اكتشفوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلي هي نزال على لبنان. خليل، ايه بوترين، كيفك؟ معك فانيسا من صقر ريل استيت. عم نتصل فيك لان حابين نعلمك انه حضرتك من بين الرابحين بهالجائزه، وبيسعدنا ندعيك انت وعيلتك على لبنان. اللبناني معروف بحبه وتعلقه بالعائله والاصحاب، كرمال هيك على طول بتلاقي في حدا عتبان عليك، وخصوصي بفتره الاعياد. كيف اذا هاللبناني مغترب؟ من هالمنطلق حبت شركه صقر تطلع بمبادره ما تخلي حدا عتبان عليك ونزال على لبنان. هالمبادرة بفترة كتير قصيرة لقيت نجاح كتير كبير، وقدرت جمعت 5 عيال مع بعضهم ورجعتهم المعنى الحقيقي للعيد. هلا أولادي رح يدعوكم لأنه تتأثني ما تشوفوني فيه. خليل لبناني عايش بالإمارات صار له 24 سنة من سنة 92. إلو 10 سنين ما أجا على لبنان. هونيك فكر إنه الشغل والفرصة أسهل بكتير منه، بس الدنيا ظلمته لإلي. إلي زمان ما شفته، بتمنى نكون على العيد مع بعضنا بس مش عم تزبط. معك نص ساعة تدوب شنطك تنمشي على لبنان. النصابة تمام، مش شايفتنا. اليوم بفضل هالمبادرة العيلة عم تغدى معها، نزلت على لبنان بعد 9 سنين غياب لترجع تجتمع بجو العيد. هي الناس بأهلها، وشكر كتير كبير لشركة صقر لأنه عن جد إنه قربت المسافات وقربت الناس من بعض. اشتقت للأهل للأصحاب، كنت كتير معلقة بأهلي وسافرت وتركتهم، فهذا كان كتير شيء صعب علي. جاي أنا وصغير كم مرة، رح أرجع أتحمس إنه أنزل على لبنان. بتحس لبنان هو البلد الوحيد يلي بيقويك دايما. انا ما خليت حدا عتبان علي، وبتمنى عليكم ما تخلوا حدا عتبان عليكم كمان ترجعوا كلكم تنزلوا على لبنان. خليكم تابعينا على صفحة صقر ريل استيت على الفيسبوك لتعرفوا باخر المستجدات والمبادرات اللي حنطلقها بال 2017.